المنظمة أضافت أن عاملين بالقطاع الصحي أبلغوا عن انتشال جثث أطفال من تحت الأنقاض في بلدة القورية بمحافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن ضربات جوية نفذتها طائرات سورية وروسية قتلت العشرات في تلك المنطقة في القورية. وتربط محافظة دير الزور معقل التنظيم في مدينة الرقة السورية بالأراضي التي يسيطر عليها بالعراق. اليونسف قالت في بيان لها إن التقارير أفادت أن 3 هجمات استهدفت مناطق مكتظة بالسكان. البيان أضاف أن المنظمة تأسف لهذه الهجمات، تدعو جميع الأطراف أطراف الصراع لإبقاء الأطفال بعيدا عن أي أذن. طبعا في مارس الماضي نشرت منظمة اليونسف نفسها تقرير أيضا حول تأثير الحرب على أطفال سوريا، مشيرة إلى أن 1/3 الأطفال ولدوا خلال الحرب، وأكثر من 300,000 طفل ولدوا لاجئين، وأن 80% من مجمل أطفال سوريا بحاجة للمساعدات الإنسانية الطارئة. طبعا بحسب منظمة أنقذوا الأطفال هناك 250,000 طفل سوري في مناطق محاصرة. أما عن التعليم فذكرت المنظمة، ذكرت العالم بأن هناك قرابة 3 ملايين طفل مبعدين أصلا عن مقاعد الدراسة. ولم يكفي أن تسرق من أطفال سوريا، تسرق طفولتهم ويعيشوا في الحرمان ويعيشوا بالتشرد، بل باتوا لقمة سهلة للتنظيمات الإرهابية. تشير آخر التقارير الأمريكية أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم خلال قتالهم في صفوف داعش تضاعف 3 مرات مقارنة بعددهم عام 2014. بين يناير 2015 ويناير 2016 لقي 39% من الأطفال حتفهم في تفجيرات بسيارات ملغومة، 33% لقوا حتفهم في معارك، ويرجح باحثون أن 60% منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، بينما تتراوح أعمار 6% منهم بين 8 و12 سنة. وفي زاوية أخرى أيضا من معاناة أطفال سوريا، منظمة كير العالمية حذرت في وقت سابق من الأثر السلبي المباشر للأزمة السورية على مستقبل الأطفال السوريين الذين أجبر الكثير منهم على الانخراط في عمالة الأطفال. المنظمة ذكرت أن هذه الظاهرة مستمرة متفاقمة أيضا منذ ما يقارب 6 أعوام. طبعا بحسب منظمة العمل الدولية فإن عدد الأطفال العاملين في الأردن يقدر بأكثر من 100,000، مرتفعا من 33,000 قبل بداية الأزمة، ويمارس حوالي 40% منهم أعمال شاقة وخطرة كالعمل في مرآب للسيارات وأعمال الميكانيك. في الأردن وفق معلومات منظمة العمل الدولية يتغيب ما يقارب من 90,000 طفل سوري عن مقاعد الدراسة. طبعا مع تصاعد حدة الهجمات في سوريا تطالب اليونسف بوقف العنف بشكل عام ضد الأطفال، مذكرة بما يتعرض له الأطفال في سوريا يوميا. المنظمة تقول إنها التقت بالعديد من الأطفال وهم يروون قصص صادمة، شهد الكثير منهم درجات مروعة من العنف، أغلبهم يعانون من أثار الصدمة النفسية، بعضهم لا يستطيع النوم، فيما فقد آخرون السمع وذلك نتيجة القصف المستمر، طبعا ناهيك عن الخوف المسيطر عليهم. إذن مشاهدينا، جيل ضائع في سوريا، هذا ما تقوله وكالة الإغاثة الدولية. مستقبل جيل كامل من الأطفال معرض للخطر إذا لم يتم إرجاعهم إلى المدرسة. هناك بحسب المنظمات حوالي 4 ملايين طفل وشاب في سوريا، والمجتمعات المضيفة يشمل هذا 2.1 مليون خارج المدرسة داخل سوريا. حوالي 700,000 طفل سوري يعيشون في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، تتراوح أعمارهم بين 5 حتى 17 عام. على كل معنى من القاهرة الناشط السوري في الجانب الإنساني ميسرة بكور. أهلا بك ميسرة. من عاش فهو خارج المدرسة، ومن تبقى من الأطفال فربما الموت هو المصير الأول أو الخيار الأول بالنسبة لهم الآن. 25 طفل، هل هذه الأرقام التي أعلنتها اليونسف تتوافق مع الأرقام التي توثقونها؟ مساء الخير، تحية لشخصك الكريم ست ميسون. حقيقة الرقم هو 27 طفل وليس 25. عندما يقولون 25 يتحدثون عن مدينة القورية فقط، ولكن هناك طفلين آخرين قتلا في منطقة الميادين وهي منطقة قريبة من دير الزور بالقصف الروسي. ارتفع العدد إلى 27 من أصل 90 شخص قتلوا في تلك الغارات يوم السبت. يوم السبت كان العدد 70، يوم الأحد
ارتفع الرقم إلى 90، منهم 25 طفل وثقوا في القورية وطفلين آخرين في الميادين. طبعا البقية هم من العجائز والنساء، البقية الأشخاص 90 شخص الذين قتلوا من العجائز والنساء وليسوا مقاتلين أو محاربين عسكريين. بالنسبة يعني التقرير الذي ذكرتي، هل هذه المجزرة بحق الأطفال، وهنا تحديدا الزاوية نتحدث عن الأطفال، طبعا لا يقلل من مأساة بالنسبة لمن ذكرتهم من مدنيين آخرين، ولكن النقطة فيما يتعلق بالأطفال، التحرك الآن من قبل اليونسف، هذا البيان الذي ظهر تحديدا حول 25 طفل، لأنها المجزرة الأكبر بحقهم خلال كل هذه الفترة أم ماذا؟ لا على الإطلاق لم تكن المجزرة الأكبر، بالعكس هذه أقل مجزرة ارتكبت. دعني أذكرك بمجزرة الحولية التي ذهب ضحيتها 160 شخص، أكثر من 65 طفل ذبحوا ذبحا بالسكاكين، هذا في 24/5/2012. مجزرة الكيميائي 1500 شخص، أكثر من 600 طفل، أكثر من 600 طفل قتلوا بمجزرة الكيميائي. يعني ما حصل بالأمس هو شيء مروع بالنسبة للناس التي الأشخاص الذين ينتمون إلى الجنس الإنسان والجنس البشري، مقتل طفل شيء مروع، ولكن عندما تحدثين عن جرائم روسيا وجرائم بشار الأسد وجرائم حسن نصر الله هذا رقم قليل جدا بالنسبة لهم. طيب، عندما نقارن الرقم ب 160 أو 500. تم التركيز على من قتلوا من خلال هذه الغارات، ولكن ماذا عن الجرحى؟ هل من توثيق للحالات التي وصلت إلى المستشفيات؟ الرقم الذي طبعا لدينا بهذه الحادثة تحديدا 90 من الضحايا، منهم 27 قتيلا، طبعا كان العدد أكثر من 150 مصاب بين جريح وحالات خطرة. تصور ارتفع الرقم من 70 إلى 90 خلال ساعات من السبت إلى الأحد. طبعا هؤلاء البقية 60 شخص الجرحى حسب ما وصل من أرقام، طبعا هذه الأرقام ليست بالتأكيد كل الحقيقة، لأن هناك أشخاص تحت الأنقاض، أشخاص مختفون، أشخاص لا يعرف أين هم، لذلك الأرقام التقريبية الواصلة تتحدث عن بقية حوالي 60 جريح. طيب 60 جريح كم شخص منهم أصيب بحالة بتر؟ كم شخص منهم أصيب بحالة إعاقة دائمة أو إعاقة مؤقتة؟ يعني الوضع لا يكتفي أن نقول بأنه جريح، الجريح ربما قطعت يده أو بقرت بطنه أو خلعت عين أو شيء من هذا القبيل. حتى الجرحى وحتى لو شفوا فهم سيتعرضون لإعاقات دائمة أو مستمر. طيب سيد ميسرة، لماذا استهداف المدنيين وتحديدا الأطفال؟ ما هي الاستفادة أولا؟ وهل التصريحات السياسية الآن تعكس واقع الحال على الأرض؟ لماذا استهداف المدنيين؟ لا أعرف إذا كان سؤال استفهامي أم استنكاري أم تقريع. بشار الأسد منذ بداية الثورة السورية قال أحكمكم أو أقتلكم، الشبيحة قالوا الأسد أو نحرق البلد، والأكراد اليوم يقولون كردستان أو نحرقكم. إذن هذا هو شعار بشار الأسد. طبعا لماذا الضغط على المدنيين والأطفال ولا العجز؟ لأنه لم يستطع القضاء على الثوار والجيش الحر فيقوم بالضغط على المدنيين. بالأمس عندما نتحدث عن استهداف حي هنانو والسكري والقاطرجي بالفوسفور داخل مدينة حلب بهدف قتل المدنيين، لا يوجد مقاتلين أو جبهات قتالية بحي القاطرجي أو السكري، يوجد مقاتل 2-13 ليست سكنات عسكرية، تقصف بهدف إخضاع الثوار، الضغط على الحاضنة الشعبية. وأمر آخر تريده روسيا من هذا الموضوع هو الضغط على السوريين كما حدث في معارك جبل التركمان، لو تذكرون جبل التركمان والأكراد في الساحل السوري، الضغط على تركيا بعدد كبير من اللاجئين لإجبارها على الرضوخ للمطالب الروسية. لذلك نستطيع أن نقول بأن استهداف المدنيين له أهداف سياسية، منها الضغط على تركيا باللاجئين وبالتالي ضغط سياسي وضغط اقتصادي، لأن هناك في تركيا من لا يريد لاجئين في سوريا. أما اليوم لو تحدثنا عن الوضع السياسي، ما هو الوضع السياسي وما هو الحديث السياسي؟ وزير الخارجية الأمريكي كان يقول بالأمس أن صبره ينفذ على روسيا، ثم بعد يومين تراجع عن هذا الكلام، ثم خرج المتحدث باسم البيت الأبيض ويقول أن أوباما لن يغير سياسته تجاه بشار الأسد ولن يكون تدخل عسكري هناك. ثم أرسلت إيران قاسم سليماني، جي آر قاسم سليماني، سوبر سليماني لذبح الشعب السوري في سوريا وتحت الطائرات الأمريكية وهو مطلوب أمريكيا. ثم جاء وزير الدفاع الروسي إلى سوريا لدعم بشار الأسد، ومن ثم بدأت روسيا باستخدام القنابل العنقودية والقنابل الحارقة. وين بدك توصل سيد ميسرة باختصار؟
هاي كل التحركات والنصيحات. ما أود أن أقوله، ما أود أن أقوله أن المجتمع الدولي، ما أود أن أقوله أن المجتمع الدولي أو أن هناك توافق أو تبادل أدوار بين روسيا وأمريكا. طيب. شد الحبال، عندما تصعد أمريكا تهدئ روسيا. اليوم روسيا بيدها المبادرة، والخاسر الأول والوحيد هو صراحة أوباما. المدنيين ولا سيما في حالتنا اليوم الأطفال. من القاهرة الناشط السوري في الجانب الإنساني ميسرة بكور، شكرا جزيلا لك.